اليوم ممنونة جدا، ممنونة جدا، أشكركم إلى آخر نفس بي على منح الإقامة الذهبية. أنا دائما أقول أنا في بلدي الثاني، نعم أنا في بلدي الثاني الإمارات الحبيبة. أشكر دولة الإمارات، أشكر إمارة دبي، كل الإمارات الحلوة الجميلة على منح الإقامة الذهبية. أنا قلت فخورة بيكم وفخورة أن أكون في بلد الثاني. يعجز اللسان عن التعبير، كل الكلام قليل في حقي، كل اللي أقوله شكراً من القلب ما يسكبه.